السلام عليكم. كتير من الطلبة سألوا إزاي يحملوا الكتاب ده. ده كتاب فيزياء من وزارة التربية والتعليم، الإدارة المركزية لتطوير المناهج، إدارة تنمية مادة العلوم. هيبقى ده عبارة عن الفصل الأول فيزياء، بيتكلم عن التيار الكهربي وقانون أوم وقانون كيرشوف. بقية المنهج لسه هينزل PDF. طيب، ده إعداد الأستاذ محمد عنتر، معلم أول فيزياء من المنيا، وده كده المراجعة والإشراف. وهنبدأ نصفح الكتاب. الصفحة الأولى رسالة وزير التربية والتعليم. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأستاذ الدكتور رضا حلياس. الكتاب متقسم بحيث أفكار، يعني الدرس الأول تمهيد، وبعدين شرح جزئية وأنواع الإلكترونات في الذرة وأنواع الشحنة، وبعد كده هنا موضح ملخص كويس، وبعد كل فكرة هتلاقي تطبيق وأسئلة. طبعا الطلبة المتابعين هيعرفوا ان في قائمة خاصة بحل الكتاب دوت بعنوان كل يوم صفحتين. القائمة دي بدأنا نحل فيها الكتاب عن طريق الباشمهندس عبد الرحمن، فانت تقدر تتابع الكتاب دوت وحله من خلال قائمة كل يوم صفحتين دي، تقدر تتابعها من على القناة، ودي محتوى مجاني. تمام. طيب، بالنسبة للطلبة اللي بتسأل نحمل الكتاب منين، ان شاء الله هسيب لكم صفحة الفيس في تعليق مثبت، تقدر توصل لصفحة الفيس هتلاقي عليها ان شاء الله في بوست مخصوص ازاي تحمل الكتاب دوت، ازاي تحمل الكتاب الفصل الاول وتنتظر بقية الفصول. تمام. طيب، وكمان صفحة الفيس هتلاقي عليها برضو امتحانات كل جمعة، تقدر تطبعها من على الصفحة، وهتلاقي كمان في فيديوهات خاصة بالمنهج، هتلاقي كمان أمثلة محلولة وتنسيقها يعني مريح للنظر، بحيث انها تحس ان انت يعني متشجع ان انت تكمل المثال وتشوف الحل وتطبق. أمثلة مثال 1 2 3 4، مثال 5، مثال 6، وفي كمان أسئلة اختبر نفسك، في أسئلة اختبر نفسك. وطبعا زي ما احنا اتفقنا ان الأسئلة دي بنحلها في قائمة خاصة. أمثلة التوالي والتوازي أمثلة كتيرة وأمثلة محلولة بالحل، دي كلها أمثلة ومسائل قوية. وبعد كده في تدريبات على الدرس، فعلا تنسيق جيد وأسئلة حلوة، وتحس إن الكتاب عامل زي الكتاب الخارجي. تمام. ده كده بالنسبة للطلبة اللي هم عارفين القائمة دي ومتابعين القائمة، ياريت يكتبولي في التعليقات متابع، بحيث إن احنا نقدر نرصد مين المتابع معانا القائمة دي، عشان نطلب من مستر عبد الرحمن إنه يكملها بإذن الله على القناة، بحيث إنها تكون بالنسبة لكم مرجع كمراجعة على درس الفصل الأول بالنسبة للناس اللي خلصت، والناس اللي لسه ما بدأتش خالص في المنهج ممكن تعتبر دي بداية وتحاول إنها تلحق نفسها بحيث تنجز الفصل الأول. فياريت اللي هم متابعين معانا القائمة يكتبوا لنا في التعليقات متابع، بحيث إن احنا نقدر نعرف المتابعين عددهم قد إيه، عشان نستمر إن شاء الله في القائمة دي، ونحاول ندور على الفصول التانية ونكملها بإذن الله. واستودعكم الله.